من بيروت. تنضم إلينا ماري سالم المحللة المالية لاقتصاد الشرق. ماري صباح الخير، يعطيك العافية. يعني الأخبار عن اتفاقية للإدراجات المزدوجة بين سوق أبو ظبي والأسواق الأمريكية أو سوق نيويورك على وجه التحديد، كيف ستترجم تأثيراته على أرض الواقع، ومتى من الممكن أن نرى تأثيرا فعليا على المعنويات، أو سيبقى ذلك ضمن إطار يعني الخطط الاستراتيجية ولن يكون ربما التأثير آني أو سريع؟ صباح الخير نور. يعني فعلا مثل ما عم تذكري انه هذا الموضوع منه موضوع انه بيصير بين ليله وضحاها، فبالتالي تاثيراته ما راح تكون مباشره على الاسواق الماليه، وحتى ما راح نشوف انه تاثيراتها على السوق بشكل عام، لانه دائما نحن بنعرف انه وقت اللي بيكون في عندنا ادراجات مزدوجه او حتى مالتي ماركت ليستنج، لانه في عندنا اسهم مدرجه باكثر من سوقين، بيكون في عندنا التاثير على هذا السهم فقط او على اسهم الشركه اللي هي معنيه بهذا الادراج اكثر من انه يكون التأثير على السوق بشكل عام. هلا ممكن بمرحله من المراحل المتطوره وقت اللي بيصير في هذا الاتفاق سير المفعول، يعني بيصير في عندنا شركات مدرجه بين سوق ابو ظبي وحتى نيويورك ستوك اكسشينج، ممكن انه نبلش نشوف تاثير على شركات بنفس القطاعات او بنفس البزنس موديل يلي موجود يلي حيتم ادراجها بهذه الاسواق، ممكن انه نشوف انعكاس عليها انه من نيه انه ممكن المستثمرين يكون عندهم إيجابية تجاه الأسهم اللي هي صارت معروفة للخارج، لأنه وقت اللي نحن بصير في عنا دول لستنج الإكسبوجر اللي بتحظى فيه الشركة اللي حيتم إدراجها بسوقين مختلفين، وخاصة عم نحكي هون عن أسواق يعني سوق أمريكاني وسوق خليجي، مش عم نحكي على أسواق خليجية بحتة، يعني الأسهم اللي لهلأ عندها دول لستنج أو حتى مالتي ماركت لستنجز بتكون هي أسهم مدرجة فقط بأسواق الخليج، قليلة جدا الأسهم اللي هي مدرجة بأسواق بين أسواق الخليج وأسواق عالمية أخرى. هلأ اللي بيصير أنه بهذه الإدراجات المستثمر الأجنبي بيصير عنده انكشاف على هذه الشركات وبيتعرف على شركات المنطقة بشكل أكبر، لأنه في كثير من المستثمرين مثلا ما بيعرفوا بكل الأسهم اللي هي مدرجة بأسواق الإمارات أو حتى بالأسواق الخليجية بشكل عام. وقت بيصير في عنا إدراج لشركة خليجية بالأسواق العالمية بيصير في تعرف على هذه الشركات، على نمطية هيكلية هذه الشركات وكيف بتكون إدارة هذه الشركات. طيب ماري، للبيانات تبعها ولغيرها. وضحت هذه الفكرة ماري. طب هيدا الإكسبوجر أو هذا الانكشاف بشكل كبير على الأسهم الإماراتية والخليجية من قبل المستثمر الأجنبي، كيف سيكون انعكاسه؟ يعني أو ما هي المتوقع أو ما هو المتوقع كجذب لهذه الاستثمارات في هذه الأسهم؟ هل من أرقام ربما من الممكن أن تتوقعها السوق؟ أو قيم طبيعة يعني. الحال نور وقت اللي حيصير في عنا هذا الانكشاف، المستثمر الأجنبي حيصير عنده حشية أكثر إنه يعرف عن أسواق المنطقة أكثر، خاصة اللي منهم هلا موجودين، يعني مش عم نحكي على صناديق الاستثمار. وقت اللي حيصير في هذا الإكسبوجر طبيعة الحال الماركت كاب تبع الأسواق الخليجية رح ترتفع، لأنه حيزيد من السيولة اللي موجودة بقلب الأسواق، حتزيد إنتاجية إنه نجاح هذه الشركات، لأنه إحنا عارفين أسواق المنطقة رغم كل التحديات اللي قطعنا فيها مؤخرا بعدنا أفضل أداء من غيرنا. يعني بالنسبة للمستثمرين العادي اللي موجود بالأسواق الخليجية منه موجود بالأسواق العالمية، التوزيعات اللي موجودة بالأسواق الخليجية منه موجودة بالأسواق العالمية، هيدي رح تستقطب المستثمر الأجنبي أكثر وأكثر، ورح تخلق سيولة زيادة بقلب الأسواق بالفترات الطويلة. متوقع أنه هيدا يساهم برفع الماركت كاب تبع سوق أبو ظبي اللي نوعد أنه يصير، وحتى بسوق دبي المالي، لأنه حتى سوق دبي المالي أعلن سابقا نيته أنه يزيد من الدول ليستنجز اللي موجودة لحتى يزيد السيولة اللي موجود بقلب الأسواق واستقطاب المستثمرين الجدد للأسواق الإماراتية. فهذا العامل منه لبكرة يعني أو لبعد بكرة، ولكن فترات أطول. على كل في يعني تأثيرات تترتب عن ذلك، تأثيرات إيجابية أو سبيل أوفر إفكتس من الممكن أن تمتد أيضا لسوق دبي المالي إذا حصل ذلك. ماري، أي قطاعات برأيك أو أسهم أي قطاعات وأي شركات من الممكن أن تكون مرشحة لهذه الإدراجات المزدوجة؟ سؤال صعب، بس انه المتوقع هلا باول فتره انه يكونوا الشركات اللي هي عندها اكسبوجر عالمي، يعني عم نحكي على شركات الطاقه مثلا، ممكن ادنوك، شركات ادنوك ممكن نشهد عليها بعض الدول ليستنجز، الاتصالات ممكن انه نشوف عليها، قطاع العقاري صعب شوي لانه بعدنا لهلا بهذه المرحله موجودين ضمن المنطقه بعد ما صار في عندنا هذا الاكسبوجر الكبير، يعني اذا بنطلع حتى بسوق دبي المالي اعمار
في عندها بمصر، في عندها بالسعوديه، في عندها اعمار ام جي اف، كلهم هول ممكن انه يكونوا ضمن المنطقه، ولكن الاسهم العالميه اللي عندها اكسبوجر عالمي هي اللي ممكن انه يكون في عندها يعني حظوظ اكثر بالدول ليستنج من غيرها. طب هذه الشركات ماري التي من الممكن أن تحظى بهذه الفرصة أو فرصة الإدراج المزدوج في أسواق عالمية يزيد من انكشاف المستثمرين الأجانب عليها، هل هذا سيضعها تحت مراقبة الأسواق العالمية أو الهيئات الناظمة العالمية، وقد تكون عرضة للمزيد من الرقابة والمزيد ربما من يعني الظروف التشددية أو بعض القوانين المشددة مقارنة بالقوانين الحالية هنا؟ هلا انه طبيعه الحال وقت اللي حيكون في عندنا دول قوانين السوق اللي حيكون الادراج فيها حتطبق على هذه الشركه بهذا الادراج، لانه نحن باخر فتره كنا بنعرف مثلا بالاسواق الخليجيه وقت اللي بيكون في عندنا دول ليستنج اغلب المستثمرين بيلجأوا لاسلوب الاربتريشن، يعني جني الارباح بين نقل الاسهم من سوق لاخر بس لحتى يربحوا على فرق السعر اربيتراج يلي صحيح. موجود بالاسواق الامريكيه. بالاسواق الامريكيه مثلا هذا الموضوع شوي حساس بالنسبه للهيئات المشرعه تبع الاسواق، فممكن انه نشوف بعض الشفافيه الاكبر، بعض يمكن الحمايه الاكبر للمستثمرين فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا. ولكن من ناحيه اخرى يعني الاسهم بدها تعلن عن النتائج، الشركات بدها تعلن نتائجها بالوقت المحدد، الديسكلوجرز هن ممكن يكون في بعض شويه هيك متطلبات زياده بحسب متطلبات السوق بامريكا او غيرها من الاسواق العالميه ممكن انفرض على الشركات طبيعة الحال بسبب هذا الدول لسه، بس بأنه ما حيكون يعني بشكل خطر على الشركة، بالعكس هي زيادة شفافية وزيادة يعني وضوح أكبر من الشركة بالنسبة فيما يتعلق بالمستثمر، لأنه حماية المستثمر عند الأجانب أو بالأسواق العالمية يمكن شوي أكثر حساسية من ما هي موجودة بالأسواق الخليجية. ذكرت موضوع الأربيتراج أنه من الممكن أن يكون ذلك تحت المجهر الأمريكي إذا ما حصلت هذه الإدراجات المزدوجة. طب نرى هذا الأمر يحصل في لندن وذلك تحديدا مع السهم مثلا المدرج في البورصة المصرية والمدرج في لندن سهم التجاري الدولي، يعني هل هذه الإجراءات الأربيتراج هي غير قانونية أو من الممكن أن تكون مضرة بالتداولات من ناحية القوانين الأمريكية؟ وبالتالي ستكون تحت المراقبة كما منا تذكرين؟ مضرة نور، بس وقت اللي نحن بنصير بننقل الأسهم من سوق لآخر نحن ما عم نزيد سيولة أو عم نزيد إفادة للشركة، نحن عم نتصرف بشكل انه نحن نكون مستفيدين بالشكل الاكبر. هلا وقت اللي بصير في عنا كمان فرق توقيت الوقت والى اخره بصير في خطر انه يصير في فلكتويشن على اسعار هذه الاسهم بشكل كثير كبير، فببطل المستثمر هو عنده الحماس انه يخضع لهذه التجارب او لهذه الترانزاكشنز، لانه بكل بساطه وقت اللي نحن في عنا فرق نهار تقريبا بالتداول، اذا اليوم سكر مثلا سهم عنا على 10 دراهم وفي فرق مثلا على السوق الامريكاني دولار تنقول او درهم فرق، ممكن مع افتتاح السوق وقت اللي نجت تنقل هذه الأسهم على الأسواق العالمية يكون تغير هذا السعر، فالفكرة هي أنه حيبطل في هذا الحماس الكبير لحتى يكون في هذه الأربيتراج اللي موجودة، بالعكس تماما المستثمر حيصير يفكر أكثر أنه يكون السيولة الجديدة عم تنضخ بالأسهم الجديدة لحتى أنه يكون في متابعة أو استمرار بالرفع الأسعار لحتى توصل للمستويات أنه يكونوا بين السوقين متعادلين، يعني يكون في شوية تقارب أكبر مثلا بالأسعار. هذه هي الفكرة من وراء قصة الأربيتراج، لأنه أصلا ما في سوق بيمنعه لأنه منا عمليات غير قانونية، ولكن فيها خطورة كتير كبيرة خاصة إذا صار في تأخير بتحويل الأسهم، فهون بتصير فيها المشاكل بين أنه تأخر تحويل الأسهم ما قدرنا نبيع بالوقت المناسب وإلى آخره. ماري سالم شكرا لك على توضيح كل هذه النقاط، أنت المحللة المالية لاقتصاد الشرق، شكرا جزيلا لك، ويراك الزملاء في مؤشرات شرق بعد قليل لتحديث الأسواق الخليجية.